الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا اللهم على من عادانا اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعنا معهم أما بعد أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم كما تعلمون وأنا شخصيا أتأثر وأستفيد كثيرا مما يصلنا في وسائل التواصل الاجتماعي جاءتني رسالة لطيفة جدا جدا بعنوانها ومضمونها سأجعلها لبة حديثي عنوان الرسالة ولا أعرف كاتبها وجزاه الله خيرا كثير من الناس يكتبون يؤلفون ويبعثون ولا يذكرون أنفسهم فليس المقصود أن يعرفوا عنوان رسالته من فقه بر الوالدين بر الوالدين نتحدث عنه كثيرا فجاء ببعض السلوكيات العملية اللي هو أسماها من فقه بر الوالدين خليني أقول فهمي له أراد أن ينبهنا إلى دقائق بالسلوكيات تتعلق بالفهم الدقيق والراقي كيف تنفذ وتطبق بر الوالدين هذا هو موضوعنا طبعا في المقدمة السريعة لا يخفى على شريف علمكم ومكانتكم أنه أنا أقول أتحدى ونزعم ونحن نعتقد لكن لمن لا يؤمن بديننا نقول له نزعم لا يوجد دين في هذا العالم فيه منظومة تحترم الوالدين كما هو في الإسلام بل جعلت احترام الوالدين وبرهما طبعا كلمة البر أكبر بكثير من الاحترام كلمة البر كلمة جامعة لكل معاني الخير احترام مساعدة مسامحة غض البصر عن تقصيرهم أي شيء كلمة تسمى كلمة جامعة معاني الخير وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما ربط الله أمرا بعبادته بهذه الطريقة كما ربط عبادة الوالدين وقضى ربك الله أمر قضاء الله فمن أراد أن يستسلم مباشرة وبعض العلماء حينما يذكرون هذه النقطة يقولون لم يقل ثم وفي اللغة العربية كلاهما حرف عطف عطف أي يجمع ما بين المذكور والمذكور الذي قبله وبعده مع بعضهما حينما نقول مثلا جئت ومحمدا أي أنا ومحمد جئنا والواو حرف عطف تعطف هذا على هذا ثم أيضا حرف عطف جئت ثم محمدا الآن وثم محمد الآن في الأولى قد تفيد مطلق الجمع يعني هم جاءوا ما بيقول لك مين جاء أول مين جاء ثاني بالواو تفيد مطلق الجمع هما باكيج واحدة تخيل ثم تفيد الرتبة المكانية أو الزمنية يعني لو قلت جئت ثم محمد بمعنى أنا دخلت ثم دخل أخي محمد بعدي أو أنا جئت ثم هو جاء فثم تفيد فرق زمني أو مكاني الواو مطلق الجمع ماذا قال الله هل قال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ثم بالوالدين إحسانا ماذا قال وبالوالدين إحسانا وكأنه يقول لك اعتبر يا عبدي إن عبادتي واحترام والديك one package لغة عم بشرح
لماذا عبر القرآن؟ ما في شيء هكذا صدفة. لا لا لا، الله سبحانه وتعالى هو الخالق والمدبر. هذه الرسالة، طبعا هذه في المقدمة وليست موضوعي، هذه للتذكرة، ثم آتي إلى فقه بر الوالدين. والنقطة الأخرى، ديننا العظيم، دين الرحمة، دين المحبة الحقيقي، وليس غيرنا له أن يدعي بأنه دين المحبة، بل نحن أصحاب المحبة، نحن الذين نوزعها، ونحن الذي يوزع الرحمة. ديننا دين الرحمة. نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد أن انتقموا منه وقتلوا من أتباعه ما قتلوا واعتدوا وسرقوا واغتصبوا وقتلوا، حينما دخل إلى مكة فاتحا قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، وكانوا بالألاف، وقد عذبوا أتباعه ولو أبادهم لما لامهم أحد. فنحن دين المحبة والرحمة. غيرنا في تاريخه، لكم أن تدرسوا في التاريخ كيف انتشر. ديننا دين الرحمة، ديننا دين المحبة. يقول على الرغم من أنه أعظم مبغوض عندنا في ديننا هو الشرك بالله، بدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى ربنا صراحة ما ترك لي ولا لك اجتهادا، قال أي شيء تطلع فيه للآخرة وأنت مقصر فيه احتمالية السماح واردة، just name it، باستثناء تكون مشركا كافرا بالله. موضوع مغلق، مش من عندي، من عند الله. ومع ذلك بالتعامل البشري جعل استثناء متميزا للوالدين المشركين الكافرين. ومش فقط استثناء، قال لك لو كانوا شغالين 24/7 يدعوك للشرك والكفر، ومع ذلك صاحبهما واحترمهما. ماذا يقول النص القرآني؟ ماذا يقول ربنا جل في علاه؟ وإن جاهداك، واثنين مجتمعين على رأي وكلاهما مشرك كافر، ومش فقط مشرك كافر جالسين لوحدهم، شغالين 24/7 إنهم يخلوني أكفر. تخيلوا، بمعنى بوعي وإرادة وتقصد وحرب على الله. ومع ذلك شوف، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك فقط لا تطعهما، وأمر صاحبهما في الدنيا معروفة. هذا لمن يسأل عن بر الوالدين. هذه المقدمة التي أصلا ذكرناها عديدة، لكن لا أستطيع أن أتحدث عن فقه بر الوالدين دون التذكير بها بهاتين الآيتين. نأتي إلى صاحبنا جزاه الله خير كأن من كان، يقول من فقه بر الوالدين، يقول كثير من الصالحين الذين يحاولون بر والديهم يفتقدون فقه بر الوالدين في أمور لطيفة يسيرة، لكنها للطفها، للطفها بمعنى لخفائها، قد ما هي قد تبدو صغيرة وخفيفة بسيطة، ما بتخطر على بال الواحد منا بأن لها أو قد يكون لها وزن. قال لكنها للطفها قد تغيب عن أذهان الكثيرين. يذكر من الأمثلة على سبيل المثال، قال يزيد ابن أبي حبيب أحد العلماء، قال إيجاد الحجة على الوالدين عقوق، أي السعي لغلبة حجته على حجتهما بالجدل كما يفعل مع سائر الناس. تخيل، يعني أنت مختلف أنت وأبوك قضية، قضية فكرية، قضية علمية، قضية شخصية، عم تتناقش جدل، أنت أقدر من والدك على النقاش والحوار. إذا كنت يعني من البر، من البر أن تنسحب مع قدرتك وقوتك أمام أبيك، حتى لو كان الجدال معك أقوى وقدرتك على الغلبة الفكرية لوالدك أقوى. بعض العلماء يعتبر غلبتك لوالدك في إقامة الحجة على أي نقاش، ما بتحدث عن الحقوق والنقاش الشخصية، نقاش زي أي اثنين بتناقشوا، بقول لك تخيل، بقول لك إيجاد الحجة على الوالدين عقوق، بمعنى بلغتنا إفحامهم وإقامة الحجة عليهم، أو باللغة العامية كسر العين. نوع من أنواع العقوق ولو كان فكريا، يعني بدي أراعي الإحساس والمشاعر في كسر الهيبة والنفسية. مثال آخر، قل سئل الحسن في الرجل تقول له أمه أفطر، هل يفطر أو يصوم؟ طبعا صوم التطوع. قال ليفطر وله أجر الصوم والبر. واحد صايم لله تعالى ومن أعظم الأجر، قالت له أفطر. طب ليش ممكن تقول له أفطر؟ حابة تفطر معه، حابة تيجي عنده. تتخيل المشهد، أنا الآن صائم مثلا صوم تطوع ومبسوط على حالي أنا صائم، ألو كيفك يا أمجد حبيبي، أنا حابين نيجي نفطر عندكم، بس يما والله الله يكرمك صايم. هذا من العقوق. تخيل، تخيل الأجر الذي ستأخذه إن أفطرت إكراما لها، أجرا. فتخيلوا
عفوا الله اللهم صل وسلم قال يفطر وله أجر الصوم والبر زي ما أعطينا الأمثلة. فتخيل أنت شو السبب ذكر هذا؟ ليش قال تخفى؟ تخفى بمعنى عدم المؤاخذة. كثير منا لسبب ما جهلا نقص المعلومة الشرعية الصحيحة بروح نصها قد يبدو له الله أكبر يا زلمة صوم لله تعالى. تخيل في هذا السياق صوم التطوع برك وإفراحك لها أولى عند الله من الصوم وتأخذ الأجرين. هذه أمثلة قس عليها ما تستطيع في سياقك. مثال آخر وهذا المثال هذا بدنا نقف عنده شوي. إذا اختارك الله وجعلك برا بوالديك فلا يفسدن الشيطان عليك فيقول لك وباقي إخوتك ما دورهم؟ وين إخوانك؟ شمعنا أمك وأبوك بس بيباتوا عندك وبس أنت اللي بتتكفلهم؟ هم خلفوك لحالك أنت؟ هذه تأتي أم لا تأتي إلى بيوتنا وأذهاننا؟ خاصة حينما يكون الأولاد والبنات كثر ومعظمنا نحن ثقافاتنا الآن أنتم أمامي أنا أتحدث باللغة العربية إذن كل من يجلس أمامي يفهم اللغة العربية وغالبنا من الوجوه التي أعرف جئنا من البلاد العربية التي يكثر فيها عدد الأولاد في داخل البيوت. هذه ثقافة عندنا والحمد لله لها علاقة بديننا. أقل شيء عندنا 3 و4 و5 لما يكبروا. أو أنت يا من تسمعنا أيها الأب قد تكون أنت أحد 6 إخوة أو أحد 7 إخوة ذكور وإناث قد يكون الوالدان عندك قد تكون الوالدة عندك أو في بلادنا. فلننصح ونذكر فكرة يفسد الشيطان عليك ربنا لسبب ما قدر إنه أمك وأبوك عندك لسبب ما قد يكون له علاقة بوضعك المادي قد يكون له علاقة بالوضع الأمني قد يكون له علاقة بالوضع السياسي قد يكون له علاقة طبيعة بيتك في غرف كثيرة طابق واحد لسبب ما قدر الله عندك نقطة. الآن هم بحكي لك عن موضوع الشيطان هنا أول شيء إفساد العمل وبطلانه وخرابه إلى آخره هو اللهم صل على سيدنا محمد لا إله إلا الله الله يعيذنا التقصير. قال إذا اختارك الله وجعلك برا بوالديك فلا يفسدن الشيطان عليك. يكمل الأخ الله يجزيك الخير يقول الكاتب جزاه الله خيرا إذا جرحك أبوك بقول أو فعل فاكظم غيظك وإن انفطر قلبك فإن قلبك سرعان ما يرجع. يا إخوة هنا هاي نقطة كتير مهمة بقول إذا جرحك أبوك أو أمك بقول أو فعل فاكظم غيظك ولو انفطر قلبك. كلكم تعلمون إنه الآباء والأمهات لما يكبروا بالعمر قدرتهم على التحمل تنزل سرعة غضبهم بتزيد فاحتمالية قدرتهم على الصبر أمراض تعب مشاكل هناك من مات له أولاد وهناك من ابنها غائب عنها قدرتها على التحمل بتخف. قدرة والدك قد يكون مصاب بسلس البول قد يكون عنده أمراض يحتاج كل ربع ساعة يدخل حمام فلا يستطيع أن يصبر يحتملني وأنا ألعب بالموبايل مثلا وعادي شو فيها يا شيخ الله أكبر كل شوي. ربنا هذا جزء من امتحاننا يا أحبة جزء من امتحان البشر والمسلم المؤمن تخصيصا امتحانه يختلف عن غيره لأننا ندرك لأننا نعلم
غيرنا لا يعلم مصيبته عند الله عند الموت أو يسامحه الله بالجهل. نحن نعلم، نحن ندرك، نحن نفهم، نحن نستوعب. الصورة عندنا واضحة كاملة لا غباش عليها، فاهمينها. الشيء الطبيعي الأب لما يكبر، الأم لما تكبر، إنه يصير عندهم مشكلة، أي مشكلة على رأسها على رأسها، الكلام الذي قد يكون جارحا اللي إحنا بنصنفه معاشر أولادهم أو أطفالنا الآن دقة قديمة، كلام الدقة قديمة، قد يستهزئ بعضنا بعض الأحيان، يقصر إنه يا أمه إيش هالكلام الفاضي اللي بتحكي، هذا كلام بطل ينحكى هذا الحكي، هذا نوع من الإهانة. أو نقطة اللي هنا، إذا جرحك ممكن جدا يجرحه حتى لو بقصد. يعني عندنا احتمالان، جرحك بدون قصد بسبب قلة صبره لمرضه لتعبه لاعتياده، هذا كان السيد الآمر في البيت 50 أو 60 عام يحكم ويدفع وكذلك، الآن مريض لا يستطيع الحراك، لا يستطيع النوم، لا يستطيع الدخول للحمام. الله لا يبتلينا يا إخوة، كلنا إذا مرض أحدنا مرضا بسيطا بصداع برأسه، بس صداع في الرأس تسود الدنيا في وجهه، كيف بشخص كان آمرا ناهيا مسيطرا حاكما يعمل ليل نهار 50 عاما فجأة يجد نفسه لا يستطيع الدخول إلى الحمام، يدخل ابنه أو زوجته أو ابنه وبناته ويغسلوا له، شو الشعور؟ لن نستوعبه حتى نصل، لذلك بس نحاول نفهم، نحاول. شيء طبيعي لن يكون عنده صبر، شيء طبيعي إنه يحكي كلمة يحرق الأرض من تحت رجلك، انسى، ادخل من هون طلع من هون، ما في حساب، ممنوع، ممنوع. ولا تقل لهما أوف، يعني أتظنون أن الله قال كلمة أوف هيك يعني عبث؟ أوف كناية عن أدنى شيء من التأفف ممكن يخطر على بال بشر، تخيل ما في أكشن لسه، بس هذه تعادل عند الله بالنص القرآني السحر والقتل والزنا والشرك من الكبائر فقط، الموضوع مش مزحة، الأمر ليس مزاحا، الأمر جد كبير، ووالله ثقوا تماما يا أحبة. طبعا أنا أبشركم ما في مشكلة أن أكون غير مطلع وغير عارف ومقصر، في توبة استغفار إصلاح انتهى الموضوع، ارجع ما في مشكلة، وإن كنت على الخير فاثبت، وإن كان أبوك أو أمك أو كلاهما قد غادرا الدنيا، الحديث معروف وبسيط جدا جدا ورائع جدا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومعروفة وعلى رأسها أهم شيء بدنا إياها، وولد أو ولد صالح يدعو له. شو تكلفك؟ دعاء بعد كل صلاة، وأي خير بتعمله يا رب إني أهب ثواب هذا العمل إن قبلته مني إلى أبي، إلى أمي، إلى أبي وأمي رحمهم الله، إيش بتكلفنا؟ تخيل أنت، هل تعلم أنه ممكن والدك أو والدتك يكون قد توفاه الله منذ سنوات وقد لا يكون من أهل الجنة، وينتقل يصبح من أهل الجنة بدعواتك بعد 30 سنة من موته بسببك أنت؟ يعني أنت بإمكانك أن تدخل والدك الجنة وإن لم يكن مستحقا لها. ركزوا معي يا أخوة، عم نحكي موضوع كتير خطير. أنت ويمكن أن تدخل أباك أو أمك الجنة بعد وفاتهما حتى ولو لم يكونا مستحقين بعلم الغيب طبعا، هذا لأن النص صارح جدا، إذا مات انقطع إلا من، مش كلامي هذا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع إلا من واحدة منها، وكلنا أولاد لأباء وأمهات، فيش فيها فقط الدعاء الخير. وأعظم خير تقدمه لوالدك والدتك أن تكون أنت صالحا، ليش؟ لأنه كل فعل الخير بصلاحك راح يروح. وربنا قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، إيش الحال؟ ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. الحل عندي وعندك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أنا ما قرأت إلا ربع ما حضرت، وكنت أتمنى ألا أترككم إلا وقد قرأت، لكن
بدقائق سريعة أغطي بشكل سريع حتى ولو التقطنا العناوين دون شرح. يقول الكاتب جزاه الله خير: من فقه البر إظهار حسن علاقتك بإخواتك وإخوتك والسكوت عما قد يؤلمك منهم وعدم إعلام الوالدين بالشجار بينكما. من فقه بر الوالدين إذا اختلفت مع أخيك الشقيق أو أختك الشقيقة لا تجعلهما يعلمان. اضبط نفسك حتى لو كان أخوك غير مستحق. طبعا حق أخوك عليك بيختلف عن حق أبوك وأمك عليك. إكراما للوالدين لا تظهر الشجار والخلاف بينك وبين أخوك إكراما لهما، وإن كان أخوك أو أختك لا يستحق. يعني لا تجعل الشجار، ما هو مستاهلش، ما هو مستاهلش. الإكرام للوالدين وليس لهما. من فقه بر الوالدين ألا تفصلك هذه الأجهزة، أجهزة الموبايلات وهذه الكوارث التي نعيشها الآن، عن التواصل الحسي واللفظي مع الوالدين. يقول هو: إنه إثم وعيب علينا أن نكون بحضرتهما ونكون مشغولين عنهما، في هذا استهانة بقدرهما وإيلام لهما. وهذه طامة العصلة أنا أحبة، بالذات اللي عنده والدين كبروا. طبعا جيل الشباب الآن نسبة 99.999 يفعلون هذا، حتى المتزوجين أمثالنا وعندنا أولاد لما نزور آبائنا طامة، نحن وأولادنا وزوجاتنا كلنا كله ماسك موبايل، والحجي والحجة قاعد لحاله وتطلع وتطلع أو تطلع وتطلع، وكلها اسمع آخر إنستغرام، اسمع الحق على التيك توك، اسمع شوف في نكتة على الإنستغرام، وكله شغالين مع بعض ومبسوطين ونبعت لبعض ونفرول ونضحك. وصاحب الثماني جالس هو لا يفهم أصلا ماذا يجري، هو لا يعرف أصلا شو الإنستغرام، ولا فاهم إيش هو الفيسبوك، ولا عارف إيش التيك توك، ولا لا يدري أصلا. والمشكلة إيش محسوب علينا؟ زيارة عند الوالدين. هيكون الخميس الماضي عندكم يما، والله ادعين لنا إن شاء الله. كنا لم تكن عندها، أنا وأنت وأنت وزوجتك وأنا وزوجتي وأنا أولادي كنا عند السوشيال ميديا ولم نكن عندهما، وهذه فلنحذر منها يا أحبة. الله يجزيكم الخير. أنا لا أناقش الآن خطر السوشيال ميديا، أتحدث عن بر الوالدين. لما تجلس مع والدك والدتك دعك من جهازك إلا للضرورة القصوى. والأخيرة التي أختم بها حتى لا أطيل عليكم، وهذه قفوا عندها وبإمكانكم أن تبدعوا بها: حدثهما بالذات الكبر بالعمر بما يريدان لا بما تريد، وأشعرهما بأنك تحبهما وتسعد بخدمتهما. فالعامل النفسي من أوسع مجالات البر. كم نجلس مع كبار العمر؟ كبار العمر معلوماتهم بالنسبة لنا ضيقة ومحدودة في أمور معينة يكررونها منذ 20-30 عام. نحن نمل، نحن بطبعنا أكشن سريع، آخر نكتة، آخر فيلم، آخر كذا، مباراة برشلونة مش عارف مين كذا، شغالين أكشن، الرتم سريع جدا عندنا. هو بتجلس معه بتجلس بأمور قديمة جدا. تخيل من البر والاحترافية في الوصول إلى الأجر عند الله إنك تتفاعل معه. والله عن جد يا با، يا الله بالله هيك كنت أقول لك، إن كنت محترفا زيادة أنت افتح الموضوع. أنت ذكر أبوك إنه تتذكر يا أبا، تتذكر يما قبل 45 سنة لما أنا كان عمري 6 سنين ولا 7 سنين لما كنت تودي، بالله عليك متذكر أبا والسلام، وكأنك أعطيتها هدية. تتذكر يا أبا لما كان عمري 5 سنين كنت توديني على كذا لك، ولكن أنت متذكر؟ إيه بالله عليك متذكر. وهكذا بكانك أن تبلع فيها. حدثه بما يرغب، حدثه بما يحب. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا رب. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويم الأرض عليك يا كريم. اللهم أنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا